ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل الطيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير، صباح النور، كيفكم يا بنات؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ابشركم الحمد لله خلاص انتهينا وسكننا بيتنا الجديد بفضل من الله وجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم حابة أعرفكم على قناة جدا جميلة، قناة جدا بسيطة، قناة جدا حلوة. بس قبل ما أبدأ حابة أقولكم شوي عن صاحبة القناة. صاحبة القناة هي جدة، تعتبر يعني مرأة عندها أبناء وأبناء أبناء، ما شاء الله تبارك الرحمن. افتحت هذه القناة علشان تتونس فيها، تتسلى فيها، تطلع فيها خبرات سنين. تحية لكل الجدات في العالم، تحية احترام وتحية إجلال أكيد. الله يحفظكم يا رب، يطول بأعماركم. قناة زمان الطيبين، قناة تأخذك كذا لزمن البساطة، الزمن البعيد عن البهرجة، الزمن البعيد عن الكذب، الزمن البعيد عن الأشياء المتعبة للنفس. متأكدة بإذن الله تعالى راح تستمتعون في قناتها وكمان راح تحبونها. شجعوها يا بنات، ترى أحفادها يشوفون الفيديوهات يفرحون معاها. أنا عن نفسي أكيد راح أطق عندها اشتراك. 4 حبات بطاطس، بإمكانكم تزيدوا العدد ما في مشكلة. بقدونس. هنا عندي مجموعة البهارات، فلفل أسود، كمون، أورغانو، أوزع لما تشوفون. وبسم الله الرحمن الرحيم أخذ الدجاجة، أشكال وألوان وتصاميم مختلفة. هذا طبعا كله ألمونيوم، يعني مطابخ الألمونيوم، فما شاء الله تبارك الله مرة 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 حلوة. يعني الواحد يحتار وش يختار. شوفوا القناة فيها أشياء كثيرة، طبخات، وصفات، جولات توريكم بيتها الجديد، خبرات سنين مطلعتها ما شاء الله تبارك الرحمن في القناة، طبخ زمان، الأشياء الحلوة اللي تتمنون تشوفونها. اسم القناة الحال وكفيل، يوميات زمان الطيبين. الله يوفقك يا حبيبتي، بإذن الله تعالى تكبر قناتك كمان وكمان. وشكرا أكيد لاختيارك أم سارة هذا الإعلان. راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في صندوق الوصف، ادخلوا عندها يا بنات، شجعوها ودعموها. والله هذه العينة الطيبة اللي تحث على الخير وتساعد الناس أفضل من المهزلة اللي قاعدين نشوفها، يعني بزمن غريب عجيب. الله يربك فينا احنا وعيالنا هذا الزمن. شكرا على القناة الجميلة الحلوة البسيطة اللي قاعدة تقدمينها لنا، برغم انك امرأة يعني مسؤولة وكبيرة بالسن. شكرا شكرا من اعماق قلبي على جمال هذه القناة. الله يوفقك يا رب، بإذن الله تعالى تكبر قناتك ان شاء الله، وفالي وفالك المليون بإذن الله. مع السلامة.